مطمئن رئيس مجلس النواب نبيه بري للمسار الإقليمي ولرسالة المملكة العربية السعودية التي نقلها السفير وليد البخاري إلى الأطراف اللبنانية في الشأن الرئاسي، وإلى حين تبلور التقارب المسيحي المسيحي وإمكانية اتفاق التيار الوطني الحر والقوات على مرشح موحد، يواصل بري مساعيه للضغط باتجاه تأمين نصاب الجلسة قبل تحديد موعدها. الحراك الدبلوماسي السعودي مستمر، وتقول المصادر إن تطورا سيطرأ على الساحة السياسية بدءا من الخميس من غير تحديد وجهته. في الموازات، واصل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري جولته على القيادات، وزار الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بليس، حيث جرى استعراض الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال البخاري عقب اللقاء: واثقون من إرادة اللبنانيين في التغيير نحو غد أفضل. وضمن فقرة المشهد السياسي، خبر خاص من موقع أساس ميديا تنشره الجديد حصريا، فماذا في خبر اليوم من أساس؟ كتب خالد البواب في أساس ميديا أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله زار سوريا، ويرجح أنه تم عقد لقاء ثلاثي ضمه الرئيس بشار الأسد مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. ويقول الكاتب: هناك مسألتان أساسيتان بحثهما نصر الله مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حين زار لبنان، ثم بحثهما مع الأسد. المسألتان هما: الأولى تكليف كامل للحزب ملؤه الثقة بإدارة الملف الرئاسي اللبناني بدون أن تقدم إيران على أي تدخل في هذا الملف، لكن الأهم هو ما قاله عبد اللهيان بوضوح حول ضرورة الانسجام مع الاتفاق الإيراني السعودي والسعي إلى تحقيقه وتطبيقه وتوسيع إطاره. وكانت هناك نصيحة بعدم الذهاب إلى خيار رئاسي يؤدي إلى استفزاز السعودية وعدم انتخاب رئيس جمهورية في مواجهة مع المملكة. وإذا مضى الحزب في إصراره على سليمان فرنجي، فالأفضل أن يكون هناك رضا سعودي. المسألة الثانية إقليمية، تتركز على إجراء انسحابات من بعض المواقع العسكرية الأساسية في شرق سوريا، وتحديدا في مدينة الميادين ومدينة البوكمال، وهذا مقابل الاحتفاظ بنقطة هناك مع عدد قليل من العناصر. وإعادة التموضع ستحصل في العاصمة السورية دمشق، وستكون هناك انسحابات من منطقة البادية السورية وفي محيط تدمر. وستجري القوات الإيرانية وقوات الحزب إعادة تموضع في محافظة ريف دمشق وفي المناطق القريبة من الحدود اللبنانية السورية. ويفترض أن تتمركز الفرقة الرابعة وقوات أخرى من الجيش السوري في هذه المواقع.